السلام عليكم البنات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير يا ربي. وانتم تتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، مرحبا بكم على قناتي، قناه ريتال شانيل. تنتمنى وصفاتي البساط ينالوا الاعجاب ديالكم. اليوم جيت نحضر معكم او جيت نشارك معكم اول تحضيراتي للشهر المبارك. حضرت المركز ديال الحامض وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم. المهم اليوم لا فيديو ديال اليوم غادي يكون مشترك مع قناه امال شانيل، اللي غادي تقدم لكم مركز ديال الطماطم. غادي تلقاو الرابط ديال القناه ديالها في صندوق الوصف، تنتمنى تدخلوا عندها وتشجعوها وتعاونوها بلي لايك ديالكم. و الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش تشجعوني بلي لايك ديالكم وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. كم بنات، مرحبا بكم في قناه امل شانيل. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا نقدم لكم انا هذا المركز هذا ديال الطماطم. كيجي بحال اللي كيتباع وكيعطي كميه اللي هي كثيره، ونعطيكم الطريقه باش تحتفظوا به في المجمد وانكم تحتفظوا به بلا ثلاجه بلا والو. نتمنى تزوروا القناه ديالي وتفرجوا في الفيديو ويعجبكم وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. المهم البنات، ندوزو الوصفه ديالنا اللي هي العصير ديال السيترون ومركز ديال العصير ديال السيترون اللي غادي نديروه ان شاء الله في المجمد. وفين ما غادي نبغيوه غادي ناخذوا لا كونتيتي اللي غادي نبغيوها واللي غادي تكفانا. المهم البنات، كيف ما تشوفوا عندي هنا السيترون ديال كيف ما تنقولوا له حنا ديال الشط اللي تيكون على هذا الشكل هذا، كيف ما تشوفوا تيكون طويل ماشي لاخر البلدي. عندي انا هنا 2 كيلو ديال الحامض مع كيلو ديال السنيده. المهم الكميه اللي غادي تكون عندكم غادي ديروا نص ديالها ديال السنيده. عندنا 2 كيلو ديال الليمون غادي ديال الحامض غادي نديروا كيلو ديال السنيده، عندنا 4 كيلو ديال الحامض غادي نديروا 2 كيلو ديال السنيده. بحال ما هكا صافي البنات، هادو هما المكونات اللي عندنا. مكونات البنات بساط وسهلين بزاف. دابا غادي ندوزو باش نحكو القشره ديال الحامض ديالنا، ولكن ما نحكوش البنات، غادي نحكو غير داك القشره الصفراء، ما غاديش نوصلو حتى للبيضه حيت البيضه تتكون مره. انا تعجبني نحك هنا البنات في الحكاكه الرقيقه، ممكن تعجبنيش نحك هنا في الغليظه، تعجبني نحك هنا رقيقه. البنات ما تنساوش هذا الحامض هذا اللي غادي من بعد ما غادي نساليو منه وغادي نصفيو هذا القشور ديال الحامض. فالبنات غادي ناخذ داك القشور ديال الحامض. هانتوما البنات كيف ما تشوفوا سمحوا لي ما وصلتش حتى للقشره البيضاء، تنحك غير هذه الرقيقه الصفراء كيف ما قلت لكم البنات. هانتوما واخا ما باينش مزيان، المهم حتى نحك لا كونشيتي كلها وغادي نشرح لكم وغادي تكون واضحه اكثر. كيف ما قلت لكم البنات، هذا الحامض اللي تيبقى لينا غادي ناخذوه ونديروه من بعد ما غادي نصفيه، وغادي ناخذوه ونديروه في الكونجيل في البلاستيك ونديروه في الكونجيلاتور، وغادي نحتاجو في لي كيك في لي صابلي باش نكو بهم تيجيو رائعين. تناخذوه تنسطحوه في واحد البلاستيكه يعني تنديروه مقاد وتنديروه في الكونجيلاتور، وفين ما تنبغيو تناخذوا لا كونتيتي اللي بغينا، تيجي بهذه الطريقه سهل وبسيط. المهم البنات ندوزو باش نحكو دابا الحامض ديالنا. البنات من بعد ما سالينا لا كونتيتي اللي عندنا ديال الحامض كيف ما تشوفوا، هذه هي النتيجه اللي حصلنا عليها ديال القشور ديال الحامض. دابا غادي ندوزو باش نعصرو هذا الحامض هذا اللي عندنا، غادي نعصروه وغادي نزيدوه من بعد على القشور ديال الحامض اللي عندنا، وعاد غادي نخلطوهم ان شاء الله مع السنيده. غادي نعصرو الحامض ديالنا عادي البنات. البنات هذا هو العصير ديال السيترون من بعد ما عصرناه، هو وجد لينا مع القشور ديال الحامض مع السنيده. البنات غادي نحتاجو هنا سطل، يعني صحي انا البنات من الافضل نستعمل واحد سطل ولا بواطه ديال بلاستيك حسن من الالومنيوم، يعني افضل يعني صحيا. غادي ندوزو ونخبيو فيه العصير ديالنا. نزيدو عليها البنات القشور اللي حكينا ديال الحامض،
وثاني ضربات. منين غنساليو البنات غادي نسدو على البواطة ديالنا ولا على الفصل ديالنا ونخليوه 24 ساعة، وكل شوية نجيو لهذا المركز اللي عندنا ونخلطوه. من الافضل البنات نستعملوا المعلقة ديال الخشب، يعني كيف ما سبق وقلت لكم صحيا من الاحسن معلقة ديال الخشب، ونبقاو نخلطو فيه 24 ساعة. انتوما هانتوما معايا البنات حتى نحصلوا على الشكل النهائي. غادي نخلطوا البنات مزيان بواحد المعلقه كيف ما قلت لكم، واحد المعلقه ديال الخشب، ونخليوه كيف ما قلت لكم البنات 24 ساعة، وعاد داك الساعة ندوزو باش نصفيوه. من بعد ما دازت 24 ساعة هذا هو العصير اللي حصلنا عليه، من بعد ما صفينا وهذه لا كونشيتي اللي عطانا 2 كيلو ديال الليمون البنات. انا هنا البنات قسمته في ساشيات كيف ما تتشوفوا، درت 2 كيسان اونص في كل ساشية، والحامض البنات القشور ديال الحامض حتى هما شديتهم ودرتهم حتى هما في الساشيه، واحتفظت بهم حتى هما درتهم على واحد الشكل هذا بسطتهم مزيان في الساشيه باش فاش نبغيهم ناخذ لا كونتيتي اللي بغيت. كيف ما سبق وقلت لكم راه تيتحتاجوا بزاف في لي كيك، في شناك، في لي مادلين، في كل شيء اللي عزيزه عليه النكهه ديال السيترون. البنات هاد العصير ديالنا تنوليو ناخذوه من بعد ما تيتكونجولا، تناخذوه تنجبدوه من الكونجيلاتور، تنخليوه حتى ديكونجولا مزيان، وتنديرو كاس مع اطرو ديال الماء، وتتزيدوا عليه اي حاجه بغيتو، سواء الفخاز سواء الخوخ، التفاح، البنان، تيجي رائع رائع بزاف مع اللي فخوي. تنتمنى تجربوه وين الاعجاب ديالكم، وكيف ما سبق وقلت لكم هذه هي اول تحضيراتي للشهر المبارك، وتنتمنى يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه والمغفره وكاع داكشي اللي تتمناوه. وشكرا، ولا عجبكم لا فيديو تنتمنى تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساونيش بلي لايك. وشكرا بزاف لكم، والسلام عليكم.